جتا مينو ضحايا الطائرة التي تحطمت الأحد الماضي فوق غابة كثيفة في شرق أندونيسيا تصل تباعا إلى جايابورا وجهات أخرى على متن طائرة خاصة. 17 جثمانا من بين الجثامين 54 حطت على أرض مطار مدينة جايابورا قادمة من أحد مستشفيات شرق البلاد، حيث نقلها سكان محليون شاركوا في عمليات البحث والإنقاذ، فيما تتواصل التحقيقات في أسباب الحادثة التي قد تكون مرتبطة بسوء الأحوال الجوية. المسافرون على متن الطائرة المتحطمة التابعة للشركة الأندونيسية تريغانا إير التي أقلعت من جايابورا هلكوا جميعهم خلال هذا الحادث الذي وقع قبيل الوصول إلى مطار أوكسيبيل. العلب السوداء التابعة للطائرة تم العثور عليها وهي الآن قيد الدراسة من أجل الوقوف على ظروف وقوع هذه الكارثة. الطيران المدني الأندونيسي تعرض خلال العام الجاري لعدة حوادث مشابهة.